الحسن السهبي رئيس جامعة مولاي إسماعيل. اليوم نتواجد بإقليم ميدلت من خلال الزيارة اللي قمنا بها رفقة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سي سعيد المسنزي، مرفوقا بالسيد عامل عملة إقليم ميدلت وعدة شخصيات عسكرية ومدارية للوقوف على الوعاء العقاري الذي إن شاء الله مستقبلا سيحتضن نواة جامعية على صعيد إقليم ميدلت. لماذا هذه النواة وماذا نريد منها؟ وأولا فكرنا وأظن إن شاء الله سننشئ كلية متعددة التخصصات التي سيكون لها جميع الحقول المعرفية من الأدب والعلوم الإنسانية، كذلك من العلوم القانونية والاقتصادية والعلوم والتقنيات، وذلك لاستقطاب جميع التلاميذ الحاصلين على البكالوريا بإقليم ميدلت اللي هو اليوم بتزايد يعني مستمر خلال السنوات الماضية، وكذلك الاختيار ديالنا ديال إقليم ميدلت داخل في التوجيهات الملكية السامية لصاحب جلالة محمد السادس نصره الله اللي حث على العدالة المجالية. فجامعة مولاي إسماعيل نجت هذه الاستراتيجية من خلال إنشاء مؤسسات في إفران، أزرول، حاجب، واليوم بميدلت كما نشأنا عدة مؤسسات بإقليم درعا تافيلات، منها المدرسة العليا للتكنولوجيا تخصص السياحة، وكذلك كلية الطب والصيدلة وبالرشيدية، وكذلك كلية الطب الأسنان بمكناس، وزائد بمكناس المعهد الوطني للعلوم التطبيقية. هذا في إطار تقريب المؤسسات من حاملي شهادة البكالوريا وتخفيف العبء على أسرهم وكذلك تشجيعهم للمتابعة الدراسة الجامعية. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.